نروح لمستر مانويل جوزيه عن طريق سكايب في البرتغال. بنرحب بيك مستر مانويل مره تانيه على شاشه قناه النادي الاهلي. ما هو تقييمك مستر مانويل لمجريات المباراه؟ Primeiro, dar os parabéns ao Zamalek. Ganhou bem. Foi mais eficiente do que o Alali. O Alali teve mais oportunidades de golo, é verdade. Mas o Alali não foi a equipa que tinha sido كونترا لكن الاهلي ما كانش نفس الفريق اللي كان قصاد اسوان. كان قصاد اسوان فرقه اقوى بالدفع احسن جدا من الناحيه الجماعيه، ومع العكس النهارده مع الزمالك كانت فرقه فيها مساحات بعيده عن بعض، وكان بيلعبوا بيدافعوا بلعيبه قليله جدا في الفريق. الزمالك في ثلاث هجمات مرتده قدر يحرز ثلاث اهداف، مع دفاع الاهلي في عدم المركز في مكانه. هنقول ان من ناحيه الاهلي ما تلعبش كويس، كان في رتم بطيء. الفرقتين بيلعبوا 4-2-3-1، والاهلي لما كان بيدافع كان 4-5-1، لكن الزمالك كان دفاعيا احسن من الاهلي، وكانوا محتاجين فرص اكتر لاحراز الاهداف. المباراة أسوان الأهلي كان ساعتها باين كفريق أقوى من ناحية دفاعية، إنما النهاردة كان غير متمركز دفاعيا، وكان فيه لاعبين مهمين. مش موجودين، لكن حكيت أشرف أمين يلعب كمساك، أيمن أشرف إنه يلعب كمساك مش كانتش فرقة كويسة. فتحي كمان مكانه الطبيعي انه يلعب باك. اللعيب الاشول اللي لعب في ناحيه اليمين كمان ما كانتش فكره كويسه. كان احسن في الماتش اسوان وهو بيلعب ناحيه الشمال. كان في دايما جمل كويسه جدا مع علي معلول. واللي في الهدف الاول ما عملش التغطيه اللي كان المفروض يعملها. التغطيه الدفاعيه في الهجمه بتاعت الزمالك. ولما يكون ثلاث لاعبين على الخط واللاعب اللي يحرز الهدف يكون فري. No fundo, justa do Zamalek. Não gostei شايف ان النتيجه كانت عادله للزمالك، لكن ما كنت شايف كمان فكره صحيحه ان وليد سليمان يلعب فاتح في الشمال، لانه ما عندوش السرعه اللي تساعده يلعب في الشمال. كان المفروض يلعب ورا راس الحرب. انا مش هنا عشان اقيم المدرب. انا كمان كنت مدرب، لكن الحقيقه ان الاهلي ما كانش موفق في المباراه النهارده، ما لعبش مباراه جيده. ان الفرقتين بيلعبوا على ان يكونوا ابطال، كانوا بيلعبوا على الكونترا اتاك والتحول الهجومي. فرقه منهم قدرت تحرزها منها اهداف، مع الرغم ان الاهلي كان مستحوذ على المباراه، لكن الزمالك كان عنده فعاليه اكثر بسبب الاخطاء الكثيره الدفاعيه للنادي الاهلي اللي ادتهم الفرصه انهم يحرزوا الاهداف. الهدف الثاني للزمالك هدف ممتاز، وهدف الاهلي هدف التعادل. كان رقم 6 في الزمالك اللي كان متمركز صح في مكان.
المهاجم الاهلي اللي سحب الكره لورا وعمل الجون في وسط الزحمه الدفاعيه للزمالك، بين ان المباراه كان فيها منافسه فعلا، ان كان فيها قوه، com pouca criatividade, com pouca imaginação. Lekin, ma kanchi fi da'a. Mas eu olho para esta equipa, estas equipas do Al Ahly e do Zamalek e lembro-me do Al Ahly e do Zamalek do tempo em que eu fui treinador. El في الوقت اللي كنت فيه مدرب في مصر. E a diferença abismal entre estas equipas e as equipas do Al Ahly e do Zamalek no tempo em que eu treinei o Al Ahly aqueles 8 anos no Egito. Portanto, 8 سنين كان في فرق كبير جدا بين الفرقتين ساعة وانا بمرن، كان من الناحية الجماعية وكمان الفرديات كانت منعدمة. دخل وليد سليمان النهارده قدر يخلق عدم توازن ويخلي توازن في دفاعات الزمالك شوية، لكن الفرقتين اللي من الناحيه الفرديه والناحيه الجماعيه كانوا بعيد تماما عن الاهلي والزمالك اللي كنت شفتهم ايام ما كنت مدرب في مصر. المباراه ممكن تكون شيقه، لكن الاعتماد كان على المرتدات والهجوم السريع للفرقتين. الزمالك كان بيدافع 4-5-1 وكان بيدي استحواذ للاهلي، الاهلي كان بيدي هجمات وبيدي مساحه فارغه في خط الدفاع. فمبروك نادي الزمالك لانه كسب المباراه. طيب احنا واحنا بنتكلم عن اسباب خساره النادي الاهلي مستر مانويل، من وجهه نظرك هل هي كانت في طريقه اللعب ولا التشكيل ولا عدم التوفيق في استغلال الفرص المتاحه للنادي الاهلي النهارده؟ انا شايف ان فوق كل حاجه زي ما قلت، ان في مباراه قدام اسوان كان الفريق الاهلي كان عامل بلوك، كان سايب ما كانش سايب مساحات، كان مقرب المساحات بينه وبين خطوطه، كان في ضغط على طول، اول ما يخسروا الكوره كان بيبقى في لعب مان تو مان واحد ضد واحد، ضغط على طول. النهارده فرقه الاهلي ادت مساحات، كل المساحات اللي في العالم لنادي الزمالك نلعب بين خطوط، وكانت فرقه بطيئه بالعكس قدام اسوان. ممكن النهارده يكونوا حسوا بغياب اللاعبين المهمين، وكمان حسوا ان عليهم مسؤوليه كبيره بالفوز على الزمالك في كديربي كبير في مصر وفي افريقيا. زي ما قلت قبل المباراه، في المباريات اللي زي ديت لازم فعلا تكون شخصيه البطل عند اللاعب، والاهلي في المباراه النهارده ما ظهرتش عنده الشخصيه دي. في الدوري عامه الزمالك فرقه اقل من الاهلي، لكن النهارده كانت في المباراه كانت اعلى من الاهلي باستغلالها الفرص والهجمات المرتده. فعلى الرغم من على الاهلي كان عنده فرص اكتر لاحراز الهدف، لكن فرقه اكتر متوتره اكتر اندفاعا، فما استغلتش الفرص اللي كانت عندها لاحراز الاهداف. الزمالك كان عنده فعاليه اكتر في 3 هجمات مرتده او في 5 هجمات مرتده، قدر يحرز 3 اهداف وفاز المباراه، لان الاهلي كان فرقه اديته مساحات كبيره جدا في الملعب كله، الزمالك يقدر يبني فيها هجماته وينظمها. لاحظ ازاي جه الجون الاول وازاي جه الجون الثالث، في الجنبين ما فيش حد خالص. فالهدف الاول والهدف الثالث كانت من دون اي اعتراض من حد في النادي الاهلي. زي ما قلت فوق كل حاجه، الاهلي كانت فرقه مفككه، كانت بتهاجم بناس كتيره وبتدافع بناس قليله، فهو ده سر فوز النادي الزمالك النهارده. اكيد حضرتك وانت مدرب او مدير فني
مريت بنفس الظروف ديت اكيد، ازاي النادي الاهلي وهو مقبل على بعض المباريات المهمه وخصوصا في دوري ابطال افريقيا يطلع من هزيمه ماتش النهارده بسرعه؟ حكايه الهزيمه مع الزمالك بالنسبه للجماهير في المقام الاول بتاخد وقت انها يتخطوها، لكن على النادي انه يعمله النهارده انه يلعب في البطوله الافريقيه ويكسب المباراه في المغرب، لان الدوري تقريبا محسوم للاهلي. فعشان كده من ناحيه ثانيه مباراه الزمالك هتفضل في ذاكره الناس كديربي تم هزيمته، لكن لازم نتخطاه. لكن الوقت واهم من اي حاجه الانتصارات القادمه هي اللي اتعدي الحزن بتاع نتيجه النهارده. من ناحية اختلاف النقط اللي في الدوري اللي بين الأهلي والزمالك، المفروض الأهلي كان يبقى عنده إرادة أكتر للعب النهاردة، كان لازم يكون في عنف وقوة أكتر زي ما أظهروا في المباريات اللي فاتت. دلوقتي الأهلي لازم يركز في دوري أبطال أفريقيا لأن الدوري محسوم خلاص. طيب رسالتك اللي توجهها بعد مباراة اليوم للاعيبة النادي الأهلي؟ A minha mensagem é que nestes jogos nós damos a vida pela nossa equipa. أهم حاجة. O Alali não fez isso hoje. احنا كنا في المباريات اللي زي ديت لازم نشتغل كفريق ونكون في كتله واحده كفريق واحد، لكن الاهلي عمل العكس النهارده، ادى الزمالك الفرصه والمساحات وكان متفكك كفريق الاهلي. لازم اهم حاجه نعملها ازاي نفكر كويس ونحلل، والمدرب اكيد هيتفهم حاجه زي ديت، لازم نحلل كل اللي حصل في المباراه. النهارده كان كل حاجه كانت العكس، الاهلي كان هو المتوتر، كان الزمالك هو اللي في المركز الاول في الدوري، لكن اللي كان مشكله التوتر اللي اتخلق بسبب الفوز من الهزيمه او خساره المباراه. أهم حاجة المدرب لازم يشتغل على الروح التنافسية عند اللاعب ويرجعها تاني في النادي الأهلي. عايزين نعرف تقييمك لطاقم تحكيم مباراة النهاردة. أنا شايف إن كان التحكيم كان كويس، بس كان في شك في حاجة واحدة بس. أنا مش موجود عشان أتحيز الأهلي ضد الزمالك، لكن أنا شايف إن كان في بنالتي واضح للأهلي. الفار خلى الحكم يشوف الكوره والحكم قال ما فيهاش حاجه، لكن انا شايفها انها بينالتي. انا شايف ان الغلط الوحيد بس غلط كبير اللي حصل في المباراه. هل الخطا ده اثر على نتيجه المباراه، خصوصا ان كانت النتيجه ساعتها 1-1؟ كانت 1-0 مش 1-1، كانت 1-0. كان اكيد هيغير لو كان الاهلي احرز هدف من البينالتي ده، اكيد كان الثقه والمعنويات هتعلى جدا. الفريق اثناء المباراه ما كانش فيه معنويات عاليه خالص، ما كانش فيه قوه، ما كانش اداء بطل مصر خالص، لكن ده كان مباراه كانهم كان فرق في وسط الدوري او في المراكز الاقل من الدوري. لكن
البنالتي اكيد كان هي غير المباراه. لو حد عايز يساله عايز تسال؟ يلا نشكرك شكرا جزيلا مستر مانويل جوزيه، وعلى تواصل المباريات القادمه ان شاء الله.